النهارده مع الحاج محمد وهيورينا طريقه زرع النعناع، واكيد ليك كذا طريقه مختلفه يا حاج محمد، ها؟ ولا انت هتورينا طريقه معينه واحده الوقت؟ انا هوريك طريقه معينه. طب افضل طريقه يعني يعتبر، صح؟ لا عادي، كل طريقه ولها وقت معين. يعني دي اسرع، كل طريقه دي اسرع طريقه ان انا يطلع بيها. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو لو فيها متابع جديد اول مره شفنا، ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اتفضل استاذ محمد ورينا الطرق الزرع. النعناع ده حاجه مفيده في البيت على طول يا حاج محمد. دي قصريه دي، صح؟ لازم طبعا تكون فيها فتحات، لازم تكون عشان تهوي. لو ما فيش فتحات زي دي وحطيت 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 الحاجه هتبوظ، صح؟ مش هتطلع. فانتبهوا يا جماعه، انتبهوا الحاجه زي كده عشان الزرع يطلع. دي لسه جايبها انت دي يا حاج محمد؟ دي طبعا لو حطيناها في حاجه كبيره يا حاج محمد عن كده هتطلع وتملى الدنيا، ها؟ بس دي طبعا عشان تبقى في دي لازم حاجه صغيره كده عشان تبقى في البلكونه ولا حاجه كده، صح؟ انت الحتلطه الصغيره تتحاش ولا تقعد؟ لا انت كده بتزرع يعني يعتبر الجذور بتاع النعناع بس، صح؟ بعد 15 يوم هتبقى ايه؟ تبقى بالشكل ده في نفس الكوبري ده ولا تبقى يعني ابتدت اقل شويه؟ هي دي لها كام يوم مزروعه؟ دي لها 25 يوم. 25 يوم. طيب الميه، طيب طب ما يزقيها، ما انا لازم نور المشاهد كل حاجه. ربع لتر ميه. هتبتدي طبعا الميه تسرب من تحت يا حاج محمد، الصرف بتاعها يشتغل. طب لازم نسيب يعني حتت من فوق كده ولا لازم ممكن يتغطوا كلهم عادي؟ لا عشان الراجل. ها؟ عشان بايه؟ ها؟ لا عادي. يعني لو اتغطوا عادي قعدوا عادي. طيب تبتدي تخدر كده يا حاج محمد بعد كام يوم؟ يعني ابتدت تطلع نبته كده فوق الطينه. 8 ايام. بعد كده يقعد عاد في البيت مدى الحياه. دي ها؟ شكرا ليك يا حاج محمد.